العثماني تسمح له وحتى بنية مورفولوجية قوية تسمح له بالسيطرة على الأوضاع في هذه المباراة وفي كثير من المباريات. الركنية الهدف الأول، الركنية والهدف الأول، الركنية والهدف الأول أعتقد من زعلان. زعلاني قلت يسجل هدف الأول في لقطة فاجأت الدفاع. زعلاني يقطع مسار الكرة، كنت نتحدث عن الكرة الثابتة للاعب شباب قسنطينة بن عيادة، وها هو في هذه الكرة صاحب تمريرة حاسمة. زعلاني يقطع مسار الكرة ويسجل هدف. شوف الركنية تنفذ وزعلاني يسجل الهدف الأول. أو عوج هو من سدد هذه الركنية، نفذ هذه الركنية. إذن هدف دون مقابل في وقت مهم جدا بالنسبة لشباب قسنطينة، وقت صعب جدا بالنسبة لفريق أهلي البرشوف. عواج نفذ هذه الكرة، رأسية زعلاني غالطت وخدعت الجميع وتقلق أشبال المدرب كمال بوعز بوعكاز. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، كرة الهدف الثاني، كرة الهدف الثاني 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 لشباب قسنطينة، الثاني لشباب قسنطينة على الطريق بالقصمي. شباب قسنطينة يضيف الهدف الثاني بواسطة بالقصمي. عبد الفتاح هدف عكس مجريات اللعب، قلت أن شباب قسنطينة يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة وهذه واحدة كللت بالهدف الثاني في وقت مهم جدا. قاسم استلم كرة، شوف هذه التمريرة، راوغت الحارس ثم إلى بالقاسم الذي يسجل ويضيف الثاني. بينما الاحتجاج ربما على وضعية حداد الذي راوغ ومرر، و بفضله تتمكن ويتمكن شباب قسنطينة من إضافة الثاني. والمهمة شوف الكرة مرت على سبيعي والحارس ارتكب المحظور أو اضطر إلى ارتكاب الخطأ على عبيد، وبالتالي ضربة جزاء لا غبار. عبيد يتقدم يسدد ويسجل الثالث، عبيد يتقدم يسدد يسجل الهدف الثالث لشباب قسنطينة في هذه الدقيقة 69. عبيد يضيف الثالث عن طريق ضربة جزاء، 3-0 لصالح شباب قسنطينة أمام أهل البرج هنا بملعب 20 أود ببرج بوريريج. والمهمة في اعتقادي سارت أو أصبحت أقرب للاستحالة من جانب أهل برج بوريريج بسبب الأهداف الثلاثة التي تلقاها أهلي برج بوعريج، الذي يجري بشباب قسنطينة في منطقة ديواماندي. يراوغ الأولى الثانية ثم يمرر، دائما الخطورة قائمة، توزيع هذه الكرة والمراوغة والتسديدة، ربما تسديدة أخرى قوية وتسديدة هدف، هدف الشرف كما يقال من جانب فريق أهلي البرج بعد تسديدة قوية. الدقيقة الأخيرة، مراوغة، محاولة المراوغة ثم تسديدة قعقع مباشرة داخل الإطار. إذن قعقع يقلص الفارق. هذه الدقيقة الأخيرة بواسطة تسديدة قوية دقيقة مركبة.